أهلا بكم من جديد. أعلن وزير شؤون مجلس النواب بدء إجراءات صرف التعويضات للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لحصر المتضررين الذين لم يسبق لهم الحصول على تعويضات. وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات انتهت من حصر المستحقين والذي يصل إلى نحو 12,000، مضيفا أن اللجنة قررت تمليك المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان الأراضي التي بنوا عليها أو حصلوا عليها بحق الانتفاع. نرحب في الاستوديو بالبروفيسور تامر سالم، أستاذ زائر بجامعة أكسفورد ورئيس المجلس النوبي في بريطانيا. برحب بك يا فندم معايا في بتوقيت مصر. تعليقك على هذا القرار وهذه الخطوة، وما إذا كانت قادرة على إنهاء الأزمة المزمنة التي تمتد العقود لمواطني النوبة؟ والله إحنا أولا بحييك وحيي المشاهدين. إحنا عندنا مادة في الدستور هي المادة 236، والأساس إن إحنا بنطالب بتفعيلها. تفعيلها يعني هي ذكرت صراحة عودة النوبيين إلى مناطقهم الأصلية. مناطقنا الأصلية اللي هي خلف السد. أما ما تقوم به الدولة الآن اللي هو إحنا يعني بيكون علينا ليه تحفظ. إحنا بنقول بنشكركم إن أنتوا أخيرا افتكرتونا بعد 60 سنة وفكرتوا إن أنتوا تبصوا إن لينا مادة في الدستور، بس يعني الأمور لا تعالج بهذا الشكل. المفروض أنت تعمل لي قانون منظم لعودتي عشان تفعل الدستور. والموضوع دوت حصل في أيام العدالة الانتقالية في 2016، و70 نائب وقعوا على هذا الأمر. بالتالي كان المفروض يعرض على لجنة، اللجنة التشريعية، ويطلع لنا قانون منظم لعودتنا بشكل منظم. ده الطبيعي والعادي والرسمي بشكل رسمي. إنما تيجي أنت عشان في سبتمبر هناخد اللقطة وهنجيب الناس وهنفرحهم بشوية شوية، وده تشتيت جديد. أنت بتشتت لمرة ثانية وثالثة، وبتدي النوبيين شيء او بتعرض عليهم شيء من حافز نقدي. طبعا معظم او يعني معظم الشعب المصري للاسف طبعا مع معاناه الاسعار وكده، ففي ناس هيكون عندها اغراء ان هي تاخد اي مقابل مادي وتخلص. فطبعا ده اسلوب احنا يعني هو ده اللي احنا بيحز فينا ويزعلنا. يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ احنا ضحينا من اجل مصر، والاراضي اللي هجرنا اليها دي ارضي عن النيل. تخيل انت ارض عن النيل النهارده، الفدان اي فدان عن النيل اقل شيء 2 مليون. النهارده انت بتقول لي الفدان هعوضك بيه ب 25,000، تمام؟ 25,000 ومنا من عندي كسر الفدان هحسبه لك فدان، والمنزل هديك 225,000. 225,000 هيتوزع على ورثه، تخيل من سنه كذا، وفي احفاد، وبتطالبني ان انت هجيب لك اعلام وراثه وموافقه الورثه، يا كده يا اما هحطهم لك نقدي في البنك، ووقت ما تخلص ورقك تبقى تروح تاخدهم. اذا انت بتدفن القضيه بشكل نهائي. خلينا نسمي الامور بمسمياتها. انت بتدفن القضيه بشكل نهائي، عايز تاخد لقطه ان انت حليت القضيه. ولكن احنا بنشكرك يا سياده الرئيس ان انت نظرت لاهل النوبه، ولكن اللي تحتيك سواء اللي خد القرار او صاغه بهذا الشكل احنا علينا عليه تحفظات. وكم من الناس طلبوا مقابله الرئيس بشكل شخصي ولكن لم يحدث. النوبيين عشان خاطر يبقى في شيء فعلي نقول لك في كذا في كذا، انما الموضوع اتحل او مجموعه من المنفذين او المستشارين تمام قالوا ان احنا الموضوع يحل بهذا الشكل، واحنا طبعا لنا تحفظات كما اقول لك تكاد تصل الى رفض هذا الامر. مع العلم ان انا لما قال لي الاستاذ مسعد هركي اللي هو الشخص اللي هو يعني عندنا في الشارع النوبي بينظروا له ان هو رجل المخابرات وبيبقى لهم عليه تحفظات، جاب قال ان انا عندي موافقه من القوات المسلحه بالست مناطق، ست مناطق الجديده اللي هيهجرونا ليها، وذكر فرقندي ووادي الامل، دول منطقتين، ولم يذكر بيت المناطق. وقال لو انتوا قابلتوا المقابل النقدي مش هيكون في بقيه مراحل هتتنفذ. اذا انت يعني عايز تعمل لي تثبيت في هذه المرحله وتقول لي ان انا عندي ست مراحل، في حين ان هي ما فيش ست مراحل. عندك 1200 بيت هتوزعهم على الناس في سبتمبر، وهتقول ان احنا حلينا مشاكل النوبي، والباقي هتقول هياخد نقدي، و4000 فدان هديك، وكم فدان في فورقندي وفي وادي الامل. وطبعا المناطق دي انا لو حكيت لك حتى في مجموعه رجال اعمال هنا في منوبيين هنا مغتربين حاولوا ان هم يستثمروا في وادي الامل، والقوات المسلحه دمرت لهم اللي هم عملوه. فحاجات كتير احنا حاولنا نعملها بشكل فعلي، ولكن للاسف احنا يعني بنصطدم بالبيروقراطيه وبالاشكال ان هو عايز يحل وفي نفس الوقت ما بديش الحل القانوني الرسمي اللي يرضينا. فبذلك كل ده عندنا تحفظات على هذا الامر. طيب برضه خلينا نشير ان الاستاذ مسعد ليه حق الرد، يعني اذا اراد. نعم نعم. اسمه نعم. ذكر. بس خلينا برضه نقول انه ممكن يكون حد يتفرج علينا دلوقتي يقول طب افرض
الناس كلها او بعضها او ايا كان شاف الصيغه دي صيغه مناسبه وقابل بيها وحصل على التعويض، ايه المشكله بالنسبه لك في النهايه؟ ما نسيب الناس نشوف ممكن الناس يعجبها هذه الصيغه. ما هو ده اللي طرحه الاستاذ بوسعد، واول لما انا كلمته قلت له جزاك الله خير، ولكن انا برصيت للشارع النوبي برضه والمعظم النوبيين قالوا ايه؟ قالوا ان احنا متحفظين على هذا الامر، ان ده كده دفن للقضيه بتاعتنا، وكده انت مش هترجعنا لاراضينا الاصليه. على الرغم ان احنا قلنا في يعني عملنا نوع من الفلكسبيليتي او المرونه ان احنا نقول طيب خلاص في 110 في الدان، حتى على الرغم ان قرار الرئيس ده كان قرار غير دستوري اللي هو 3 أرباعات اللي اقتطع ال 110 من جنوب مصر بمسافه 20 كيلو طولا، مع ان الاراضي دي احنا المفروض نرجع لها. تمام، اقتطعها القرار الرئيس، قلنا خلاص طيب خد ال 110 دول وادينا الباقي. ما فيش، هتتعمل منطقة عسكرية وهتتباع للمستثمرين وهيتم التنقيب فيها عن المعادن، واحنا ما عندناش مانع لو يعني لو احنا شايفين إن احنا هنضحي تاني لمصر ما عندناش مشكلة، ولكن نرجو نظرة لإعادة الحق لأصحابه، ودي مش منا انت، ما يعني مش بتعطيني عطية، دي حقوق طبعا، حقوق تاريخية وقديمة يعني. ده اللي احنا بنتكلم فيه يعني. ده اللي احنا بنتكلم فيه ببساطة، تفعيل المادة 260 بشكل فعلي وليس بشكل ان هي ناس تروح للرئيس تقول له احنا نفذنا واحنا خلاص راضينا نوبين. ما ينفعش الكلام. انت بتتكلم عن الماده 260 وهي ماده في النهايه 236 236 عفوا، وهي ماده موجوده في الدستور وبتضمن حق العوده للنوبيين، ماده واضحه وصريحه صراحه كامله يعني. طب ليه ما بتعملوش تحركات قانونيه يعني؟ ليه ما بترفعوش دعاوى؟ ليه ما بتحركوش بشكل يا فندم؟ الاستاذ منير بشيري عمل اعتراض في مجلس الدوله على القرار 3 أرباعات بتاع الرئيس السيسي، اتعمل كل الكلام ده، تخصيص الاراضي. الاستاذ منير بشير هو اللي عمل برضه العداله الانتقاليه اللي حضرتك، وتعرض على 70 نائب، وكان المفروض 2016 تعرض على اللجنه التشريعيه، والاستاذ علي عبد العال قال قريبا هيصدر قانون النوبه، وجينا بعد كده هو بيقول لا دي ماده مشيطنه على الماده الدستوريه وماده مفخخه. كل المواد لا اله الا الله، كل الماده مفخخه، وبعدين كنا خايفين من تعديل الدستور يعني، هو كان تم ترميم التعديل ولا زلنا خايفين ان الماده دي. دكتور علي من اسوان المفروض، صح؟ ما هو من اسوان ومن دره، وده يعني اللي مزعلنا، هو ادرى وده اللي مزعلنا، وده الكلام اللي قلناه لسياده النائب ياسين عبد الصبور، ان كنا احنا كان لنا تحفظات على الحاجات بتاعت الاستاذ مسعد هركي، فسيادتك نائب النوبه اطلع اتكلم، اطلع قول ان انا عندي موافقه رسميه وعندي موافقه من القوات المسلحه بالست مناطق. لحد دلوقتي ما يقدرش يقول الكلام ده. ازاي كلام يعني؟ ما يعني هل ان انت بتقول عندي ست مناطق وبعدين تيجي تتحجج ان انتوا قبلتوا المقابل المادي، او في بعض الناس لحاله العوز او لان هي محتاجه؟ طبعا المغتربين طلعوا قرار من الاتحاد النوبي النوعي لكل الاتحاد النوبي بالخارج، صدر قرار بان احنا رافضين هذا الامر، واحنا عارفين ان في ناس بالداخل يعني هتكون عندها حاله ضعف ان هي تقبل المقابل المادي برغم ان هو زهيد زهيد جدا ولا يوفي كما قلت لك يعني. بيت هل المشكله والتحافظ على المقابل المادي انه ضعيف، ولا في اصرار على العوده للاراضي؟ لانه طب ماشي لو انت هو الاصرار، هو الاصرار. المقابل المادي ده مجرد اغراء عشان خاطر يجي يقول ان خلاص لا، المقصود انه لو اترفع المقابل ده بقى بشكل لا لا، وفي اغراء تاني ان في شقق لو انت مش عايز في اسوان، احنا كلنا عايزين في اسوان وكلنا عايزين اراضينا خلف السد حسب تفعيل الدستور، متمسكين بهذا الامر ومصرين عليه. في اغراءات تانية ان انت ممكن تاخد شقه في القاهره او اسكندريه او اسماعيليه، وما ذكرش الشقه دي هتستلمها امتى ومساحتها قد ايه، يعني يا رب تطلع اوضه وصاله ويا رب تعرف تستلمها في فتره وجيزه. انما بالتاكيد احنا متاكدين بالنسبه للاسف اللي يعني المعاناه اللي بنعانيها من البيروقراطيه طبعا، بالتاكيد الموضوع ده برضو مش مضمون. يعني شيء هلامي هتاخد شقق في كمان، عايز في القاهره، عايز في اسكندريه، عايز وشقه دي طب مساحتها قد ايه بتاع، ما فيش اي تفاصيل. مجرد اغراءات ان انت يعني ليك وهتاخد وعلينا وهتدفع، وبعدين في النهايه خلاص انت قبلت بالمقابل النقدي لان انت ما لحقتش تقدم ورق، او عندك 3 أسابيع و10 ايام للتظلم. طب والمغتربين في حاجات كتير ما تحلش، وفي بس في اسوان وتقدم في اسوان واخد بالك، او تجمع توكيلات من الورثه كلهم لحد ينوب عنكم ويروح يقدم لكم. 3 أسابيع و10 ايام تظلم يعني فترة وخلاص الحق، وهنعمل اللقطة في سبتمبر ان احنا خلاص النوبيين رضوا. وبعدين خد بالك من حاجة، ده استباق لشيء تاني، احنا مش عايزين برضو يعني. حتى الأستاذ حمدي سليمان اللي هو رئيس الاتحاد النوبي في النمسا، اللي هو كان المتهم الأول في قضية الدفوف اللي مات فيها الأستاذ جمال سور رئيس الاتحاد النوبي في فرنسا، ولم يتم التحقيق في وفاته، تمام، داخل بسبب ان هو نوبة سكر، وهذا لم يتم التحقيق في وفاته، وان ما توفرلوش. فاكرين القضية طبعا، فاكرين القضية. نعم، احنا بنفكر بيها تاني، لان كل ده جراح عندنا بيزيد يعني. احنا بنقول هل جزاء الاحسان؟ انت بتقول لازم يبقى قبل سبتمبر، ليه سبتمبر؟ سبتمبر لان هو بيستبق، وفي مؤتمر في نوفمبر هيكون في جنيف، واحنا عندنا طبعا برضه استاذنا الاستاذ محمود فضل رئيس الاتحادات النوعية النوبية اللي هو في جنيف، ففي مؤتمر هيتم استباقه. المؤتمر هذا هيكون في موضوع الاقليات،
وبعدين كمان احنا مش عايزين الموضوع مؤتمر دولي يعني مؤتمر دولي نعم. فطبعا الاستباق لما هيحصل ان احنا خلاص احنا بتوع الفهلوه واحنا وده اللي بيضايقنا. احنا ناس بيجي لكم دايما مستقيمين نبص نلقى ناس بتشتغل سامحني بالثقافه الفهلوه وثقافه وان احنا خلاص كده عملنا اللقطه وانه بينا انبسط واحنا حلينا الموضوع يا فندم وحلينا الموضوع يا اتحاد دولي وحلينا الامم الامم المتحده ومحدش يتدخل بيننا وبينهم. فده مش يعني ده مش الشيء اللي فيه احترام لعقول الناس. ده معلش سامحني جهل وتجهيل واستغلال لبعض الولاء او بعض الناس اللي عندها حاله عوز. خلينا نسمي الامور بمسمياتها لان ده اللي مزعلنا. طب يعني خلينا نوضح لانه يمكن كتير من الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ممكن يكونوا مش فاهمين يعني. طب انتم متمسكين ليه بالعوده للنوبه في النهايه دي جيل تاني وجيل تالت ولا اغلبيه الساحقه لم ترى يعني لم تولد هناك اصلا فبالتالي ليه هذا الاصرار اذا كان في المقابل هيتم تخصيصها لمصلحة إقامة مشروعات في الدولة أو ما إلى ذلك وأنتم في المقابل هتحصلوا على تعويضات للإصرار على الرجوع لهناك؟ إحنا مش معترضين أبدا ده إحنا عايزين نشارك وهو ده اللي بيزعلنا يعني. في نفس الخبر اتنشر في الجريدة الرسمية مع تعيين مستشار للرئيس. طب هات لي أنت حد في الوزارات دي أو في المستشارين دول واحد منهم. معلش ما إحنا خلينا نتكلم وإحنا عايزين نساهم في المشروعات اللي حضرتك بتتكلم لأن العودة إلى مناطق ديت وإن النوبيين يساهموا في تنمية الوطن. المشير طنطاوي كان المشير كان وعلى فكره حضرتك ده رايي الشخصي كان اكتر راجل مؤتمن معلش في كل العسكريين اكتر راجل بالنسبه لنا احنا بنحترمه رغم ان بعض الناس بتقول لا ده سلم البلد للاخوان وبتاع وكلام زي كده. الراجل ده راجل محترم جدا والراجل ده باعتراف رئيس السيسي ده تحيز عشان بلدياتك مش تحيز مش تحيز امانه راجل لم يخون وراجل سلم الامانه كما ينبغي ان تسلم يعني. طب ليه رغم ان هو نوبي والدكتور علي عبد العال من اسوان فبالتالي في ناس من كبار هو رجال الدوله وموجودين في مراكز صنع قرار ليه ما بيساهموش في حاجه؟ انا مش عايز اقول ان الاستاذ يعني علي عبد العال هو يعني يعني من اسوان ولكنه مش نوبي مش عايز اقولها لان بس احنا رد الفعل بتاعه لما يشيطر على الاقل عارف القضيه بشكل جيد عارف القضيه ما هو ده اللي مزعله. وبعدين كان في بعد على طول في 70 نائب وقعوا في العداله الانتقاليه المفروض الموضوع كان على طول يروح لجنه تشريعيه ده السليم والقانوني ما حصلش عشان تفعل الماده 236 فعليا وبشكل منظم. تمام فاحنا مع يعني ما احنا ماشيين في الشيء العادي والطبيعي وبنطالب بالاطار الطبيعي والقانوني مش الاطار سامحني بالكلمه العاميه الهلهلي اللي عملوه دوت لا قرار مش عارف كذا وتوقع عليه ما ينفعش. طب انتوا متواصلين قانون منظم عشان خاطر انا من حقي ان انا حتى بعد فتره التظلم انا لو من حقي اعترض على القانون. انما ما تجيش تقول لي ان حصل قرار وكذا وخلاص وفاتك كل شيء والموضوع خلص ومالكوش عندنا حاجه. الموضوع لا يحل بهذا الشكل. طب انتوا متواصلين مع النوبيين في الداخل عشان تبقوا عارفين برضو الراي العام رايح لفين؟ بالتاكيد حتى الاستاذ مهود سعاده تواصلت مع السيد نائب النوبه في تواصل دائم مع الاستاذ ياسين عبد الصبور حتى اخر مره لما سافرت هو كان معايا واخد بال حضرتك وبشكر مجهوداتهم كلهم لان انا في ظني ان كل نوبي بيعمل من اجل النوبه هذا يعني هذا ظني فيهم كلهم ولكن المطلوب الان تفعيل من الدولة. احنا ناس زي ما اقول لكم يعني ببساطة وبالعامية المصرية بيجي لكم كده ما عندناش اللوع ما عندناش مطلوب مصارحة مطلوب مصارحة لا مطلوب مصارحة وتفعيل يكون في قاعدة والله الدولة احنا محتاجين كذا ونبين احنا محتاجين كذا ويتم تفعيل المادة 236 هذا هو ده المفتاح وهذا هو اللي لازم يحصل مش مجرد ان انت عايز تاخد اللقطة وعايز بالشكل سامحني اجين موضوع الفهلوة وان احنا حلينا مش حل. انا بشكرك شكرا جزيلا الف شكرا سالم استاذ زائر بجامعة اوكسفورد ورئيس المجلس النوبي في بريطانيا اسعدتني الف شكرا بوجودك الف شكرا استاذ تامر نشكركم ايضا على متابعتكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة غدا باذن الله حلقة جديدة من بتوقيت مصر نراكم دائما بخير.